واحد من أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي على مدار 12 عاما هو ربيع ياسين ابن مركز الفشن بمحافظة بني سويف. كان يمتلك إمكانات فنية عالية، منها التسديدات القوية من الناحية اليسرى. وإضافة النزعة الهجومية لهذا المركز الذي شغله دون منازع خلال الفترة التي قضاها بصفوف الفريق الأحمر، فهو لديه تطوير دائم لمستواه، لم يتوقف عند لحظة انضمامه للمارد الأحمر، لكنه تطور بأدائه حتى أصبح علامة بارزة في الجبهة اليسرى. لا شيء للطرف، الهدف الثاني للأهلي. ربيع ياسين هو أحد أهم النجوم في تاريخ الأهلي، لعب مع الأهلي 12 موسم، كان خلالها اللاعب الأساسي في الجبهة اليسرى رغم المنافسة الكبيرة مع نجوم الجيل الذهبي في القلعة الحمراء. حقق العديد من البطولات خلال هذه الفترة، منها الحصول على بطولة إفريقيا مرتين عام 82 و87، ثم الفوز ببطولة كأس الأندية الإفريقية لأبطال الكأس ثلاث مرات متتالية أعوام 84، 85، 86، بالإضافة إلى الفوز بأكثر من 10 بطولات محلية ما بين الدوري الممتاز وكأس مصر. كانت بطولة كأس مصر عام 92 آخر ألقاب ربيع ياسين بفانلة الأهلي، بعدها أعلن الاعتزال وهو في عمر 31 عام. لم تتوقف إنجازات ربيع ياسين مع الأهلي، بل حقق إنجازات على مستوى المنتخب المصري سواء كان لاعبا أو مدربا. فعلى مستوى اللاعب، كان انضمام اللاعب للنادي الأهلي موسم 80 بوابة انضمامه للمنتخب المصري بعد تألقه بصفوف الأهلي. حصل مع المنتخب على بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 86، ثم الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عام 87، الصعود إلى نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 90.